السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط الثالث سأحاول أن أنجز إن صح التعبير يعني مثال لعملية بيبلي بوستاج انطلاقا من المثال الذي قدمنا في الشريط الثاني. إذن في الشريط الثاني كنا هضرنا على وثيقات وثيقة نموذجية وثيقة أساس وثيقة أساس اللي على شكل دعوة. ثم هضرنا على لا باز دو دوني يعني ان دوكيمون سورس باستعمال اكسل. إذا بالنسبة لدوكيمون سورس من الأفضل أن نغلقه، يعني الفيشي اكسل اللي كنا استعملنا حاولت إغلاقه حتى نتفادى بعض المشاكل. إذا الآن سأقوم بهذه العملية بعملية البيبلي بوستاج. هناك طريقتان. الطريقة الأولى إما أن نستعمل الأسيستون فيزيون بيبلي بوستاج، وإما أن أستعمل هذه الطريقة الثانية وهي التي سأستعمل. وانطلاقا من هذه الطريقة أو هذه الطريقة سأستعمل une base de données existante، يعني بما أن لدي un fichier Excel يعني une base de données sous forme d'Excel إذن غادي نستعملها. في هذه الطريقة ممكن أن أبني أو أن أنجز لا ليست ديالي في الوورد sous forme de tableau، أو لا je peux sélectionner des contacts Outlook، ولكن أنا غادي نركز على هذه الطريقة. إذن سأبحث عن لا ليست ديالي فين كاينه، يعني في لا باز دو دوني ديالي فين كاينه، فين درتها في الاداره التربويه بيبلي بوستاج، هنا فين درتها هنايا، وسميتها نتائج الدوره الاولى للقسم الثالث اعدادي 5. لحظه، انا ربما عندي بزاف ديالي في الكالكول، ولكن انا غادي نختار لا فوي دو كالكول اللي هي هذه. يعني ممكن يكون عندك بزاف ديال في دو كالكول، ولكن لا في دو كالكول فاش درت لي دوني هي هادي. غادي ندير اوكي. من بعد ذلك يكفي ان املا مكان النقاط، ان اضع مكان النقاط دي شون دو فيزيون. لاحظوا هنا راه كاين شون ديكريتور اي دانسيرسيون، و في هاد لي شون هادو كاين انسيري ان شون دو فيزيون. و ملي غادي نفتح باستعمال هاد لا فليش غادي نلقى دوك لي شون اللي كاينين في لا باز دو دوني في لا فوي ديكسل لا فوي دو كالكول اكسل. كنا هضرنا على ان هناك الاسم والنسب والقسم رقم القسم العنوان المعدل اسم ولي الامر السلوك. اذا الطريقه باش ملي اختاريت لا سورس دو دوني عطاني هاد لي شون مباشره. اذا كاين واحد لو ليان اونتغ الوورد الان مع لا سورس دو دوني. اذا هنا الاسم ديالاش هنا الى السيد اسمه ماذا؟ اسمه ولي الامر او كذا. اذا اعيد، هنا غادي نختار هاد النقاط، يمكن نمسحها يمكن غير فقط يكفي ان ندير لهم لا سيليكسيون. ثم اذا اختار اسم ولي الامر. لاحظوا اذا هاد لو شون دو فيزيون الطريقه باش كتبها للحاسوب، دارها بين مزدوجتين، ثم الاسم هنا دار ليه مثلا هاد لي تيغي بيناتهم. نعم هذا جيد، ولكن نورمالمون فسميتو في لاباز دو دوني هذاك اسم ولي الامر خصو يكون ملاصق، داكشي علاش هو اضطر الوورد انه يقوم بهذه العملية ديال لصق الأحرف. ثم إذا هنا النسب، هنا نقدر ندير النسب ديال ولي الأمر. من غنجيب هذا النسب هو النسب ديال التلميذ. نفترضوا مثلا أن هذا القسم هذا كل تلميذ له أب، وبالتالي يعني اسميتو لا يعني ناخذ نفس الاسم نفس النسب. بالنسبه للعنوان
إذا أقوم بتحديد هذه النقاط، ثم أختار العنوان، اسم التلميذ نختار اسم ديالو، اسم الاسم، ثم القسم. لاحظوا أن هنا القسم مثلا بالنسبة للإكسل، يعني المعطيات اللي كتبنا في الإكسل خاصة كلها بقسم الثالث إعدادي رقم 5. ممكن في هذا لافو ديال الإكسل يكون فيه معطيات خاصة بالأقسام الأخرى، لذلك استعملت هذه المسألة. وكان من اسمه ممكن أن لا استعمل هاد لي شون دو فيزيون، علاش؟ لان هاد القسم والرقم ديالو غادي يتعاود في جميع نفس القسم ونفس الرقم ديالو غادي يتعاود في جميع الرسائل او جميع الدعوات، ولكن فقط هنا باش ثم بالنسبه لاسميتو اسم التلميذ، عفوا رقم القسم، غادي ندير رقم القسم. ثم اخيرا المعدل، المعدل هنا ساحاول انا الان اضع المعدل على شكل جرا، لان لاحظوا ما كانش على شكل جرا. اذا نرجع لبيبلي بوستاج وكندير هنايا المعدل، ثم اخيرا هنا بالنسبه للسلوك غادي ندير انسيري السلوك. اذا هنا اشنو درت؟ درت واحد لا ليزون اونتر لا سورس دو دوني مع لو دوكيمون تيب، مع لو دوكيمون تيب هو الدعوه. ثم في نفس الوقت جي انسيري لي شون دو فيزيون، يعني هنا وضعت حقول الدمج، هذو هما الحقول اللي هضرنا عليهم اللي سميناهم حقول الدمج. اذا ها واحد الحق، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه الى اخره. ولاحظوا كيفاش ان عندما اقوم بوضع هذا الحقل الورث كيدي وضع لها هاد ليغومي، هذا يعني ان هذا حقل ديال لا فيزيون ديال الدمج. الان باش يبانوا لي الاسماء، يعني يبان لي السميه ديال التلميذ والسميه ديال الاب ديالو والعنوان ديالو الى اخره، استعمل هذا لو بوطون، ندير هنا لا بيرسو، يعني مع واحد العرض باش يبان لي. ولاحظوا عندي هنا تلميذ رقم 1، والان شفتوا ان جاو المعطيات، جاو لي دوني، جاو البيانات من ماذا؟ من لا سورس دو دوني اللي هي الاكسل اللي كنا سمينا. اذا التلميذ الاول سميتو علي أزدود، العنوان ديالو اسم الاب ديالو، اسم التلميذ، القسم الثالث اعدادي رقم 5، ثم المعدل ديالو 13.16، السلوك ديالو جيد. التلميذ الثاني، التلميذ الثالث، الرابع الى اخره. عندما اذا هنا لاحظوا ان جو بو نافيغي هنا دو برومي جوسكا او ديغني، نقدر نمشي لو ديغني ديريكت. لو ديغني الرقم ديالو هو 37، اذا هنا كاين 37 تلميذ في هذا القسم، وكل تلميذ اعطانا هنا المعطيات ديالو، المعطيات ديال هاد سميتو. فقط هنا يمكن هاد لو ديغني ما مكتوبش مزيان، وبالتالي غادي نجي ل 36 35. هذا عندي واحد دو زونغوجيستغوما كي نون با ايتي ايكري دون فاسون كوريكت في لاباز دو دوني، وبالتالي لإنهاء العملية. إذا المعطيات جاو، ولكن بقى عندي فقط هنا نفس الوورد، نفس الوثيقة، عندي فقط صفحة واحدة اون سيغ اون، ما عنديش صفحات كثيرة، عندي واحد صفحة. ولكن لوغسكو جو نافيك هنايا كيعطيني الأعداد ديال، أو كل ما كان نحرك هاد لو بوطون كيعطيني معطيات ديال شخص. الان خصني جو دو تيرميني لا فيزيون، جو دو تيرميني لا فيزيون، ونهي هاد العمليه ديال لا فيزيون. انهاء عمليه عندي تواز اوبسيون، تغو بوسيبيليتي، اما
modifier des documents individuels, ou imma imprimer les documents, ou imma envoyer des courriers. Imma narsalou mubasharatan, imma ntabouhom mubasharatan kama dakarna fi charit l'awwal, ou imma annaht had l'option hada qui يمكننا باش نحتفظوا بهم على شكل un nouveau document. Donc on a غادي ندير modifier des documents individuels. وعندي الحق هنا انني نختار جميع لي جونغوريستومون او لا تنختار منهم واحد من ها حتى كذا من كذا الى كذا على حسب كذا. هنا سانهي بهذه الطريقه، ساختار الكل وانهي. وغادي تلاحظوا ان هذه العمليه عطاتني واحد الفيشي اخر اللي سميتو ليتر 1. هنا لاحظوا ان عندي جوج ديال لي فيشي، عندي غضب، عندي دعوه وعندي هنا ليتر. هذه الدعوه فيها، هذه الدعوه هي لو فيشي تيب، وهنا سي لا ليست يعني باردون، هذا الفيشي، هذا الفيشي، هذا الوثيقه اللي تنحصل عليها كتعطيني، لاحظوا ان عطاتني هنا 37 ديال لي زونغوريستومون، 37 صراحه يعني التلميذ الاول، التلميذ الثاني الى اخره. اذا هنا ساكتفي بهذا القدر بالنسبه لهذا الشريط. لي في الشريط الاخير اللي غادي يجي من بعد، غادي نشرح مسالتان مهمتان. المساله الاولى كتعلق بهذا الفورما ديال هذا العدد اللي كتشوفوا هنا 8.0 كذا كذا، ما بغيناش بحال هكذا. المساله الثانيه هي انني لا اريد الكل، لا اريد الكل، هنا اعطاني الكل، اريد فقط التلاميذ، يعني التلاميذ الذي على حسب هاد لا سيتوياسيون، هاد المدير بقى فقط يصل هاد الدعوات للتلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل 10/20 او الذين كانت سلوكهم سيئا. اذا غادي نتقيد بهاد المساله وشكرا.